المشكل ديالي ألخصه لكم في جملة خفيفة وظريفة. هذا نصب احتيال، واحد يدعي حقوق الإنسان، كون شركة وما كملهاش وجابني باسم شركة ودخلني في مقر ديال الجمعية على أساس بأني غادي نخدم جوج المهام، نخدم تكنيسيان في شركة ونفس الوقت نعاونه في المقر، مما طلعش الرئاسة داك الشيء وقعوا مشاكل بزاف المحاكم، جاني الإفراغ وما كنتش معلوم، ما خدتش المستحقات ديالي من الجمعية، والناس اللي داروا الإفراغ لقيت اللي داروا تكرفصوني أكثر من القياس. إذا تنطلب الإنصاف من جهة مسؤولة، لأن المعنيين بالأمر هما أربعة الناس، بالإضافة واحدة من دوك الورثة اللي كاينين ديال العمارة اللي دارونا الإفراغ اللي تكرفصات علينا مزيان بمعنى الكلمة، لحتنا حوجنا في الشارع رغم كان اتفاق مع أختها بأن غادي ندوز غناخدو شهر غادي نخرجو نمشي نكري راسي نهز حوايج راسي. إذا بها ما كملتش معايا الشهر وتصرفات عشوائيا بالطريقة اللي بغات، وقالت يديها طويلة ومخزن ما يقدرش عليها في المغرب. تنطلب من الملك مباشرة يكون تدخل ديالو، وتنطلب من الصحفيين كاملين ينشروا هذا الخبر، وتنطلب عاوتاني من الملك يدخل، لأن غنعطيهم مهلة ديال شهر بإذن الله، واخا هو غيكون بشع وعلى حساب السنين ما تبقى لي من العمر ديالي ما تيهمنيش، المهم كرامتي هي فوق الكرامة ديال هاد الناس نصابة. فينا هو الساق؟ فينا هو نص حوايج ما كاينش؟ غابر ساقي ما كاينش، الساق اللي فيه الوراق ديال الدراري ما كاينش، الوراق ديال الدراري مثلا الفلوس تما ليها غادي نطلبوهم يمهلوا علينا.